أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة لضمان حماية البيئة والحياة الفطرية، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات في العهد الزاهر لملك البلاد المعظم مثل نقلة نوعية على كافة الأصعدة وعزز من مكانة المملكة ضمن الدول الأكثر التزاما باتفاقيات الأمم المتحدة بشأن المناخ. جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال الاجتماع البرلماني الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي عضو مجلس الشورى رئيس الوفد المشارك، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن الاجتماع شدد على أن هناك حاجة ملحة لمعالجة أزمة المناخ من قبل كل دول العالم. اجتماع البرلمانيين اللي تم هذه المرة تناول مجموعة من القضايا وأكد في الواقع على أن هناك حاجة ملحة لمعالجة أزمة المناخ من قبل كل دول العالم مجتمعة. كل دولة تعالج هذه الظاهرة بشكل من الأشكال بحيث يؤدي إلى انخفاضها مع مدى الزمن. الاجتماع أيضا ناقش النتائج العلمية حول تفاقم هذه الظاهرة، وفي الواقع احنا استمعنا إلى مجموعة من التجارب من بعض دول العالم حول مدى تأثرها لظاهرة تغير المناخ، سواء كان في ارتفاع درجات الحرارة أو التصحر أو انحسار التنوع الحيوي وما إلى ذلك، باعتبار أن آثار تغير المناخ لا تنحصر فقط فيما يسمى الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، هناك اضطرابات مناخية مختلفة في كثير من دول العالم تستدعي أن يقف العالم مجتمعا لهذه الظاهرة والاستعداد لها بكل ما أوتي من قوانين وما أوتي من قوة علمية وما إلى ذلك.